انا شواب كباز، انا عندي 40 سنه. مره من ضمن المرات راجل بقال سعودي، انا ماسك الباركن بتاع النور، قال لي انا ببغى كذا، يعني اللي هو الشيء ده حشيش يعني. فروحت عرضته له من واحد معرفه، فلقيت ان مكسبه عالي قوي يعني. اتجهت للسكه دي. انا خدت 6 اشهر عشان ايه؟ قتل خطا بالعربيه مره. والله اول اول حاجه خدت 3 سنين اشغال، كنت اتمسكت بكيس حشيش. الشغل ما بقتش نافعة، مش جايبة معايا. رحت داخل في ايه؟ في المخدرات. قابلني شريطين برشام اروح واخدهم بايعهم، ما انا عايز اصرف برضه. تاني مرة في سجارتين. دخلت في سجارتين مرة. لو انا داخل عندي 1% جرام خرجت عندي 1,000,000%. اللي ما كنتش اعرفه بره عرفته جوه. لا، ما الحياه جوه كذا نوع، في نوعين من البشر. واحد ما معهوش حاجه ولا ليه حد ولا بيعرف ياخد ولا يدي واتحبس غلط، فبيخدم عشان ياكل ويعيش. يا اما مثلا واحد ليه اهل بيزوره وبيقوله مش محتاج حاجه، او هو شقي وبتاع فبيقف يبيع مثلا اي مخدرات جوه السجن برضه. بعد الفسحه اللي احنا بنطلعها بنبدا طول النهار في الحوش مثلا. بنغسل، بنطلع ننشر مثلا الحاجه في الشمس في الحوش بتاع. بعد كده التمام الساعه 3 بيلم السجن كله ايه عشان يتمم عليه. وبعد كده بيتقفل الايه؟ الباب. الحاجه بتدي اي حاجه بتدور من جوه الايه؟ من جوه العنبر. اذا ما كانش الاستاذ اخويا او ابن عمي او صاحبي هيجيني عشان يسلم عليا ويشوفني عامل ايه او عايز ايه، مش لو خارج من السجن، لو خارج حتى من الجحيم مش هسأل عنه. فما كنتش محتاج لهم في حاجه، لان عارف ان هم مش هينفعوني بشيء. بقت الناس تخاف مني، ما بقتش تديني عربيه عشان اشتغل وبتاع. بقيت اتحرج انا، اروح قايم. اتحبست في وقت الانسان بيبني فيه عمره، السن اللي بيبني فيه الانسان حياته. كنت خاطبت راحت، كنت اتوظف قبل ما اتحبس في جلاله الاهرام، الوظيفه راحت. مفيش حاجة في السجن يا عدلة، برضه بهدلة وإهانة يعني. كلها إهانة، سجن، نام بالأمر واقعد بالأمر، كده كده بهدلة. قبل ما نكمل الخط اللي احنا كنا ماشيين فيه ده، عايز نرجع على مساله التسجيل الجنائي دي برضو. احنا يعني بصراحه كل الناس ما يعرفوش اصلا مسجل خطر ده، بنعتبره يعني هو يعني مجرم اكيد، خطر على المجتمع. فهل ده صحيح ولا مين اللي بيسجل خطر اولا؟ هو في، بس هقول لك معلومه. انا بنتي في كليه هندسه، فبترجع متاخر. ففي عندنا ناس سواقين عربيات وكده تبع المبادره عندنا، مشغلينهم يعني عاملين لهم مشاريع مسجلين. فانا لما حد يقول لي بنتك راجعه بالليل من الجامعه ولا حاجه، اقول له لا ده مع مسجل. فانا عايزه اقول لك ان مش كل المسجلين. احنا لما فتحنا الملف ده تبع المبادره عندنا، بصراحه سواء وحده دفاع قانوني او وحده تاهيل نفسي، احنا جالنا جزع. دلوقتي رافعين قضايا على وزاره الداخليه علشان تمنع التسجيل الجنائي. الاول انا عايز اعرف مين اللي بيتسجل جنائيا؟ مين اللي بيتسجل جنائيا؟ بيبقى مرتكب اي نوع من انواع الجرائم؟ اوكي، اللي بيتسجل جنائيا اللي هو المفترض قانونا اللي هو عمل اكثر من جريمه لمده 3 جرائم متتاليه من نفس نوع الجريمه، فبيتسجل جرائم مثلا قتل، جريمه اللي هو نفس، جرائم نفس، او بيتسجل جرائم نفس يعني قتل، يعني بعد قتل واحد وبعدين قتل واحد تاني في قضيه تانيه وبعدين قتل واحد في قضيه تانيه. لا، جرائم نفس على فكره ما بتتسجلش قتل، بتتسجل لو عور واحد، لو عور واحد. لو عور واحد. في قضايا كمان، سرقات، مسجل سرقات، في مسجل تزوير. اوكي، ف حتى لو عدد القضايا عندك وخدت براءه في اكتر من قضيه، في مسجلين مخدرات، ده بقى يعني ما تقولش العدوى تعليف مسجلين مخدرات كتيره جدا. وتقسيمتهم دي بتفرق في حاجه في طريقه معامله الدوله ليهم ولا كل مسجل خطر هو مسجل خطر؟ انك انت بتحط
لوحه عليها كل اسماء المسجلين وصورهم داخل مراكز الشرطه. فاذا كان حد من افراد الناس الغلابه جدا حصل مشكله بينه وبين ضابط، معلش، ودي كمان حاجه لازم وزاره الداخليه تنتبه ليها، لان التسجيل الجنائي بيبقى على هوا الضباط ساعات. يعني الداخليه هي بتقرر انها تسجل اي حد جنائيا، انتوا مسجلاه جنائيا؟ المنطقه بتقول ان ده عمل اكتر من جريمه وجاله اتهم في اكتر من قضيه، فالمفروض ان انا اسجله جنائيا. احنا عندنا بيعيشوا ازاي بقى؟ بيعملوا يعني بيعيشوا ازاي بقى؟ يعني ما بيعرفوش يعيشوا بعد ما بيخرجوا، لان تسجيل جنائي معناها ان كل حمله بينزل يمسكه. فاذا انا وعلى فكره ما في التسجيل الجنائي لو اتعمل فرمطه للمسجلين جنائيا، عدد المسجلين في جنائيا في مصر هيبقى قليل جدا، لكن المسجلين الحقيقيين ساعات نلاقي واحد مثلا دخل قضايا شيكات، قضايا شيكات عاديه جدا، وطلع اتخانق مثلا مع واحد فدخل قضايا ضرب، وبعد كده عور واحد في خناقه برضه فطلع قضايا، فيتسجل جرائم نفس. طب ما هو مش على يعني القانون طيب، مش اول حاجه بيعانوا من اول حاجه بيعانوا منها ان هم كل ما يحصل حملات يروحوا واخدينهم من بيته، وطبعا ما بيعرفوش يشتغل الوصمه. وهو ده المبادره بتاعتك بتعمله، ده جزء كبير من نشاطك صح؟ بتدخلوا اولا بتحاولوا ترفعوهم من الليسته بتاعت المسجلين جنائيين، وبعدين بتدخلوا تعملوا لهم، احكي لنا كده بتعملوا معاهم ايه بقى؟ التاهيل النفسي ده، المساعده في لا شغل بتعملوا لهم إيه؟ انا لما ادخل واحد السجن اكتر من مره واسجله جنائيا واوصمه انه مجرم، بيبقى مجرم، بيتحول من شخصيه عاديه جدا لشخصيه مضاده للمجتمع. الشخصيه المضاده للمجتمع كاره الدنيا باللي فيها، عاوز ينتقم من اي حد قدامه. الشخصيات دي صعبه جدا جدا، احنا فعلا بنواجه، الوحده النفسيه عندنا بتواجه مشاكل كتيره جدا، وما اقدرش اقول لك ان احنا ناجحين 100%، احنا ناجحين مع الغريمين، ناجحين مع حالات حتى الدعاره، ناجحين مع حالات قويه جدا، لكن فعلا في المسجلين ما بين كل 10 مسجلين بنقدر ان احنا نتعامل مع مسجل واحد حقيقي، يعني مسجلين حقيقيين، لكن المسجلين اللي مش حقيقيين، الاولاد الغلابه جدا، السواقين العاديين اللي هم سواقين تفاطف، سواق حد فتح كشك مش عارفه ايه وكل شويه اتمسك، ف اتلقى في جيبه حبايه ترامادول ولا حاجه مخدرات، بيطلع من السجن ما بيلاقيش حاجه يعملها غير انه يبيع مخدرات، هيعمل ايه؟ مسجل. المنظومه بتاعت الشغل ل اللي انا برضو نفسي ابيعها للشعب دي انه اللي مش خطر على المجتمع يعني ينفع يمشي في الشارع عادي، احنا المفروض ان احنا نخليه يشتغل، سواء عشان يسدد الدين عليه لو عليه فلوس، او عشان يدفع للمجتمع تاني، انا غلطت في حقك يا مجتمع فانا هدفع خدمه عامه، حقك ده في صوره خدمه عامه. ايه نوع الوظائف، المهن، الخدمات العامه اللي من شغلك مع الفئه دي من الناس على اختلافهم طبعا، شايفه ان هم المفروض احنا سهل ان احنا نشغلهم فيها، سهل الرقابه عليها وهكذا؟ انا هقول لك ان احنا بنعمل مشروعات للناس اللي خارجين من السجون، المشروعات دي بنواجه فيها مشاكل جامده جدا، فالحل مش ان منظمه زينا تعمل المشروعات دي، برغم ان احنا بنجتهد ان احنا نعمل مشروعات ملابس، مشروع كوافير، مشروع وندربهم ونعلمهم، ومشروع خياطه، ومشروع تسمين عجول وحاجات يعني، ونعلمهم يعملوا لبن وجبن وكده، لكن كل ده المفترض ان الدوله زي ما انت بتقول تشتغل في نظام الخدمه العامه. انا حد عليه جرائم بسيطه، سرقات، جريمه سرقه، يعرض للتاهيل النفسي ويتخدم، وهو غبي ضربه. وزاره الداخليه يعني بتدفع فلوس قد ايه للناس اللي بيشتغلوا في تنظيف المراكز ده بالنسبه للناس اللي هم مش متعلمين مثلا؟ طيب بتدفع قد ايه للناس اللي بيشتغلوا في كتابه اوراق؟ كم مصلحه حكوميه محتاجه ان ناس، معلش انا لو دخلت مصلحه حكوميه وعملت حاجه ضد المجتمع وطلب مني ان انا امسح المجمع كله، المجمع، واشتغلت في المجمع ومسحت المجمع كل يوم، وانا حد شخصيه في المجتمع، مش هعمل الجريمه تاني، لان انا هتزلل. فموضوع كويس، موضوع النظافه ده مثلا من عينات الخدمه العامه. طبعا هو بالنسبه للكتب، احنا عندنا جهاز دوله فيه 7 مليون موظف، المفروض يبقوا مليون واحد، فعندنا ناس تكتب كتير يعني. بس ايه كمان، في اقتراحات اخرى للحاجات دي؟ يعني طبعا في ناس، كل من هو قادر على انتاج حاجه، المنطقي ان احنا نخليه ينتجها. انت بتنتج باي طريقه، انت ممكن تبقى ترزي، انت ممكن تاكل فراخ، انت ممكن تطلع الجيش، الجيش عمل مبادره ان هو موضوع اطفال الشوارع. طب ماشي يا جماعه، المسجلين خطر، خد المسجلين خطر، دربوهم على صناعات الصغير. معلش بلد زي الصين والجيش يعني ما يخافش من اعمل معسكرات مغلقه، بتاعت حراسه مش حراسه، اعمل معسكرات مغلقه تبع بلاش تبع للجيش، تبع لوزاره الداخليه، اعملوا اماكن لتسميم العجول، اعملوا اماكن اللي هو الفراخ، السمان ده حاجه بقت مشهوره جدا في مصر، اعملوا بيض، يعني
اعملوا اي حاجه شغلوا فيها الناس دي في مجمعات، وخلوا فتره اللي هو العزل عن المجتمع عباره عن انتاج لصالح المجتمع. كويس، خلي بالك احنا دلوقتي احنا بنتكلم على ان الناس اللي عندهم قضايا بسيطه والغارمين والغارمات وهكذا، دول يشتغلوا شويه صغيرين عشان يدفعوا ما يتسجنوش اصلا. احنا دلوقتي بنتكلم على الناس اللي بقى احنا لازم نسجنهم لانهم جرائم كبيره ومسجلين خطر بتاع، برضه احنا مش لازم نسجنه عشان نقهر ما تبقى من روحه ويعني فاكرين جعلوني مجرما وفريد شوقي وكده. هو في الحقيقه في مجتمع زي ده حتى اعتى مجرمينهم ضحايا بشكل من الاشكال. فاحنا بس نخلي بالنا من الحكايه دي، نعمل لهم مؤسسه مقفوله محروسه والجيش يتفضل يعمل كده. يعني مش عايز انا احرسهم ولا حاجه، انا ما بعرفش احرس حاجه. وينتجوا ما هو معلش في سجن ترى والشرطه تعرف سجن ترى وسجن المعارج وسجن ابو زعبل، فيهم تشغيل عباره عن مزارع كبيره وبينتجوا ومنطقه عين شمس كلها. نسبه قد ايه من المساجين بيشتغلوا في المشروعات الانتاجيه؟ لا هو مش نسبه قد ايه، لا جوه السجون في شغل كتير، الناس بتطلع جوه بره السجن متعلمه حقيقي، لكن في السجون اللي فيها شغل، لا في السجون اللي فيها شغل. ما هو ده سؤالي، قد ايه هو السجون اللي فيها شغل من والله مثلا سجون المحافظات حدث ولا حرج، ما فيش تشغيل. التشغيل والتدريب يفتقد للتاهيل لما بعد السجن. يعني انا المفروض ان انا حتى قعدت 10 سنين اتدربت على حاجه بره اطلع اشتغلها، اللي بيحصل ان انا بطلع بره ما عنديش مهنه لازم اتعلم. الموضوع واضح ان هو بيتعمل برده من عينه، يعني ايه ده غير كده التشغيل المؤبد على فكره، التشغيل المؤبد وال15 سنه يعني عندهم اولويه، المؤبد يشتغل الاول 15 سنه يشتغل الاول 10 سنين يشتغل الاول، تحت كده لا. طب اللي قعد 5 سنين الناس بتقعد جوه بتطلع المسألة بديهية بالنسبة لي بصراحة، حكاية ان هو واضح الموضوع بيتعمل بشكل عيناتي كده، ايوه احنا ينفع نعمل كده وفي انتاج هنا في السجن ده، بس السجن التاني ما فيهوش والسجن الثالث ما فيهوش والخامس ما فيهوش. لا اللي بيسمع الكلام جوه السجن بيشتغل تدريب وتأهيل عشان ياخد فلوس يصرف بيها على اولاده بره واهله بره، لكن مفهوم. اللي ما بيسمعش الكلام الفلسفة بتاعت سجن البني ادم عشان يقهر ويقمع وتسحق روحه فلسفة فاسده بكل مقاييس، والمطلوب هو سجن يا سيدي لو انت ما عرفتش تصلحه وتهذب روحه ويطلع سمباتيك مش لازم، بس خليه يشتغل يبقى يد عامله، لو عليه فلوس يسددها ولو ما عليهوش فلوس يبقى المجتمع بيستفيد منه على الاقل ياخد منه حقه. انت بلطجي، انا هاخد مني هناخد منك حقنا بانك تفضل تشتغل كده طول عمرك بدل 25 سنه اقعد اشتغل لنا ببلاش. لا احنا بنطلع شخصيات مضاده للمجتمع، احنا بنفرز من السجون شخصيات مضاده للمجتمع، بنقول للناس المساجين ادخلوا جوه واطلعوا اعملوا عنف مضاد مجتمعي، عشان كده احنا بنقول العنف والعنف المضاد ناتج عن عدم وجود منظومه عدليه سليمه وعدم وجود تدريب وتاهيل داخل السجون وخارج السجون، زائد ان عدم الانتباه ان مفيش تاهيل نفسي لا داخل السجون ولا خارج السجون، الناس بتدخل بتترمي جوه وبتطلع بتترمي بره وانت مش عارف الناس دي بتطلع بتروح فين وبتيجي منين، وسلسله ممتده. وحدثني عن العنف المجتمعي وقول لي ان البلد بقى فيها مجرمين وعربيات بتقف استاذه نرمين نورت حكومه مصر ليه؟ شكرا اشكرك شكرا